مشاهدي قناة المغربية، سلام الله عليكم وأهلا بكم معنا إلى برنامج قناة الصحف، والذي سنحاول من خلاله تسليط الضوء على أبرز ما تداولته الصحافة المغربية هذا الصباح، ونستهلها كالعادة ببعض الصحف الجزائرية ومع جريدة الخبر التي تجتاز مخاضا عسيرا هذه الأيام وتترقب ما ستنطق العدالة الجزائرية به من حكم في قضية شراء رجل الأعمال يسعد ربراب. لمجمع الخبر نجد الأمين العام للأفنان الذي كان يقول أن القضية تجارية ولا دخل لنا فيها ينقلب على عقبيه ويقف إلى جانب وزير الاتصال في حربه ضد الخبر، وعنوان يجب إنقاذ الجندي جرين. الخبر تعود إلى سياسة التقشف المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية والتي اختارت الطريق السهل لجمع الأموال ألا وهو جيب المواطن الجزائري، حيث قررت بمساعدة رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين اقتطاع ما بين 2,000 و4,000 دينار جزائري شهريا من أجور العمال وذلك لمدة سنة، وعنوان عريض أموال الزوالية لإنقاذ الخزينة. وفي الشأن التونسي تكتب الخبر حول المؤتمر 10 للنهضة وتقول أن الغنوشي يؤكد الانعطاف التاريخي وذلك حرصه على فضل الدين عن السياسة. الفجر تعود إلى قضية هجومة سعداني التي ذهبت في كل حدب وصوب، حيث اتهم ربراب والويزة حنوم بتنفيذ أجندة الجنرال توفيق المقال، كما تحدثت عن الخرجة الأخيرة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث كان ينتظر الجزائريون تحسين وضعهم في موسم الحج بتخصيص إقامات مريحة وقريبة خاصة من الحرم وتعيين مرشدين أكفاء يسهرون على سلامة الحجيج. ها هو الوزير محمد عيسى يقرر فرض ألبسة موحدة للحجاج الجزائريين في مكة المكرمة للتعرف عليهم. الفجر تكتب عن امتحانات الابتدائي التي بدأت اليوم والتدابير المتخذة من قبل الوزارة لتجنب تكرار أسئلة الدورات السابقة. الرائد تنذر بسنين عجاف بعد تقرير الأفمي أو صندوق النقد الدولي الأسود على الجزائر، وعنوان الجزائريين بين سندان الأفمي ومطرقة رجال المال والأعمال. وحزب الأرندي في نفس السياق يطالب وزير المالية بجلب أموال الضرائب من عند رجال الأعمال ألا وهما حداد وربراب. وزيادة على اللباس الموحد للحجيج الجزائريين، بن عيسى يمنع الاعتكاف والتهجد في المساجد خلال شهر رمضان المعظم دون ترخيص، كما عادت إلى قضية سعداني وتقول أنه يهاجم الجنرالات ويتهم الفريق مديا بالتخلاط. ليبرتي الناطقة بالفرنسية تساند الخبر دون شروط وتكتب عن مبادرة المثقفين والسياسيين ووقوفهم إلى جانب المجمع، وتقول أنهم أمضوا عريضة للمساندة. وفي ملفها الاقتصادي عرجت ليبرتي عن فشل الحكومة في إيجاد حلول للأزمة بعد تدهور أسعار البترول، كما أشارت الجريدة إلى رفع رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز دعوى قضائية ضد قناة النهار بتهمة القذف. لسوار دالجيري ممنوعة وتقول تكلمت عن التدابير المتخذة من قبل وزير التعليم أو وزيرة التعليم بالغبريط لتجنب الغش الإلكتروني الذي استفحل في الدورات السابقة، وعنوان خطة بن غبريط ضد الغش. كما حاورت الجريدة رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي كريم طابو، والذي أكد أن السلطة أصيبت بمتلازمة العقرب أو سيندروم دي سكوربيون. سيندروم دي سكوربيون لمن لا يعرفه هي قصة العقرب الذي لسع الضفدع الذي حمله على ظهره ليقطع به النهر، وحين سأل الضفدع العقرب عن السبب قال أو السبب قبل أن يفارق الاثنين الحياة ويغرقا معا، قال العقرب هذه طبيعتي. عنوان آخر انفردت به لسوار درجيري وهو محاولة الإصلاحيين في الأفنان الإطاحة بالسعداني بعد عودتهم إلى الواجهة من جديد، وهذا بقيادة الأمين العام السابق بالخادم. كما لم تهمل لسوار درجيري تعيين أمين عام جديد على رأس الأففاس خلفا لمحمد نبو،
ألا وهو عبد الملك بوشفع رئيس المكتب الجهوي لقسنطينة. وعرجت لسوار درجيري على الجانب الأمني وتقول في حين تم القضاء على 8 إرهابيين بغابة البويرة الجيش يحاصر إرهابيين آخرين. ولمناقشة أبرز وأهم هذه العناوين ينضم إلينا عبر الهاتف ومن الجزائر الأستاذ سعد بوعقبة الكاتب والصحفي. بعد الترحيب بك أستاذ سعد، في تهجمه الأخير سعداني ذكرك بالاسم وذكر صحيفة الخبر وصحيفة الوطن، قال الخبر أنها خطر والوطن هي البطن، و يعني ذاكرة تعود بنا إلى الدفاع سعداني عن الدولة المدنية. ليست الدولة المدنية من تنتظر العدالة أو حكم العدالة، يعني لماذا استبق سعداني الحكم القضائي؟ هل هو تمهيد لحكم جائر؟ السلام عليكم. هو حقيقة سعداني هو من دفع بجرين إلى ارتكاب هذه الحماقة برفع الدعوى القضائية بغير وجه حق ضد الخبر. ولما شاف الأمور ممكن تسير في غير صالح جرين سحب روحه، وهو صرح قبل أسبوعين تقريبا قال قضية الخبر قضية تجارية وإحنا لا دخل لنا فيها. ومنذ يومين حميد جرين اللي حرصوا سعداني بيرفع الدعوى القضائية بدعم من وزير صناعة أبو شواب ووزارة العدل، عاد جرين والتقى بمسؤول أفلاني قريب من سعداني ولامه قالوا كيفاش الأمين العام تاع الأفلان يدعوني يتبعني لفم النار وثم ينسحب بي واللي يعني ما يناصرنيش في قضية وهو الذي دفعني إليها. وبلغ هذا الأمر السعداني ولذلك تكلم ودافع عن جرين في دفاعا على نفسه لأن لكن أستاذ سعد بوعقبة كلام سعداني اليوم يؤخذ بالحسبان، لأن سعداني كما تعرف هو من تكلم عن الجنرال توفيق فيما مضى وتمت إقالته أو إبعاده من الاستخبارات الجزائرية، واليوم يتكلم عن جرين ويتكلم عن الخبر ويتكلم عن الوطن ويخص بالذكر أسامي رؤساء أحزاب، ذكرك كما قلت بالاسم، ذكر تلمساني كاتبة الوطن. هل هناك خطة تعد لكسر هذه مجمع الخبر وصحيفة الوطن؟ هذا ما يتمناه سعداني، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، لأن قضية عند العدالة والحكم فيها بغير القانون وبغير ما يتمناه الرأي العام ستكون له تبعات كبيرة. وبطبيعة الحال سعداني دائما يرمي هداله على الناس عندما مثلا يقول بالرباب يقول له خير بين السياسة ولا المال. من هو هذا السعداني حتى يمنع على رباب يمارس السياسة والمال مع بعضهم؟ يعني ليس هو مؤسسة دستورية، هو مجرد رئيس حزب كما بقية الأحزاب، ليس مؤسسة دستورية يمنع رباب من مثل هذه العمل. ثم هو يقول باللي انا وسليمة المتاني يكتب لنا توفيق المقالات. نعم. ويقول احنا ذراع من اذرع توفيق، هل توفيق يعرف يكتب وخاصه غير يكتب لنا لنا احنا؟ ثم هذا التوفيق هو اللي صنع سعداني، من اللي عين سعداني امين رئيس برلمان؟ انا يا اخي اللي عينه هو توفيق، يعني حقيقة اذا كان فيه اخطاء يمكن يحاسب عليها توفيق هو دعمه لمثل هذه النماذج. يعني حتى في قضية شقق باريس هو اذكر انه ملف شقق كان موجود عند توفيق، وتوفيق هو اللي يعني امضى على هذا الملفات. في هذه رقعة توفيق مدير تاع الوطيجيين، يعني حتى الملف تاع الكيشي تفنى لوحده، شكون اللي كان على علاقة بتوفيق حتى يتكلم هذا الكلام؟ وحقيقة سعداني راهي يحكر في
في الناس اللي في ديارهم، احنا انا ولا سليمة المثني ولا صحف اللي تحتار النصر، تكون عندنا مشكل مع توفيق ولا مع تعداري ولا مع اي واحد اللي يكون في السلطه، لكن لما يكون في دار المرقس عندنا مشكله معاه. اذا عنده مشكله مع البلد فالعداله هي اللي تطالبه، مش انا اللي طالب فيه. واحد قاعد في داره ما تغلبش عليه انا بالكتابه ولا بالهجوم. يعني حقيقه الصحافه اللي تحقر الناس اللي في ديارها هي الصحافه البائسه التي لا تهتم بالناس لما يكونوا في ممارسه السلطه. الصحافه الحقيقيه تناقش المسؤول لما يكون في السلطه، اما عندما يغادر السلطه بقضيته ولا فيه اخطاء، اما التاريخ يحاسبه ولا الشعب يحاسبه ولا العداله تحاسبه. ما يستحضروا الصحافه كما راه عن بعض العناوين التافهه والتائهه في نظام الصراع السياسي البائس هذا الجاري في الوطن. سعداني فعلا ولا مشكله في البلد، لانه هو يدعي باللي هو يدافع عن الرئيس، هو بالحقيقه يخلق بؤر توتر في الراي العام للرئيس بغرض توتيره من جديد وايجاد عليه صحيا من جهه، او خلق مشاكل في البلد بحيث يثور الشعب عليه وهو في مهنه، اما هو يكون رئيس والا يرشح رئيس اخر. الخبر تكلمت على عريضة أمضاها بعض المثقفين والسياسيين لمساندة الخبر. نحن نعلم المحكمة الجزائرية قالت الحكم سيصدر يوم 25 من هذا الشهر، يعني ماذا تنتظرون أستاذ سعد؟ أولا القضية تاع الخبر خذت حجم هائل في الرأي العام، لم تكن تتصوره الجهات البائسة التي رفعت هذه القضية، وحتى السلطه نفسها يبدو انها بدات تحس بالقضيه التي ورطها فيها جرين وامثال جرين وهذا السعدان ومن شبهه، وبالتالي يمكن ان ترفع يدها عن الضغط على العداله وتتركها تاخذ، وفي هذه هذا هو المناسب لهذه القضيه. اعتقد ان الرياح تسير في هذا الاتجاه، والا تتأزم الأمور وتدخل البلاد في ما لا تحمد أصلاح. إذا اتخذوا قرارا مغايرا للقانون ومجريات الأمور في هذا الملف، حقيقة السلطة ورطها أشباه الوزراء وأشباه هذا السياسيين اللي يسيروا في البلد بطريقة يعني في يعني نقطة أخرى ممكن جمع عنوانين في عنوان واحد، يعني الخبر تقول أموال زوالية لإنقاذ الخزينة، هذا حسب مشروع الحكومة لاقتطاع 2000 إلى 4000 دينار مباشرة من أجور العمال لدعم خزينة الدولة. عنوان آخر في الرأي تقول الجزائر بين سندان الأفمي ومطرقة رجال المال والأعمال، والأرندي تطالب وزير المالية بن خالفة بجلب الأموال من ضرائب من الضرائب للخزينة من عند حداد وربراب. ربراب يقول أنا أدفع الضرائب، لكن نحن نعلم أن حداد يأخذ الأموال من البنوك. يعني ما هو تعليقك على هذا العنوانين أستاذ سعد؟ حقيقة سوء التسيير السياسي، سوء التسيير المالي، تسيير المال بطريقة إدارية وليس بطريقة تجارية وطريقة قانونية، وأدى إلى تعاقب السطو على المال العام من طرف أمثال حداد ولا غيره، وصعب بمشاكل العمال ومشاكل البنوك ومشاكل الاقتصاد تاع البلد. والبلاد الآن في حالة انتظار عام، يعني حوالي 40 مليون جزائري في حالة انتظار كامل لما ستسفر عنه هذه الحرب، حرب داعش وغبراء في دواليب السلطة حول من سيخلف الرئيس القائد ومن سيتخذ الإجراءات لحل مشاكل الاقتصاد في البلد، وعمليات هذه تطلع على اجور العمال ولا تطلع على البنوك هي مسكنات لمرض مزمن في الاقتصاد الجزائري، قد تنفعها مرحليا ولكنها ستؤدي الى كوارث اكبر من الايجار قبل اتخاذه.
أريد تعليق على السريع أستاذ سعد بو عقبة حول التدابير المتخذة من قبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية حول الألبسة الموحدة للحجاج الجزائريين في هذا الموسم في مكة. يعني الحجاج كانوا ينتظرون ربما فنادق أقرب للحرم المكي أو ربما إرسال مرشدين أكفاء أو تحسين أوضاعهم، الآن يخرج بخرجة الألبسة الموحدة، ما هو تعليقك؟ والله لا، في تاريخ الجزائر تعرف وزارة الإعلام أكفى من هذا الوزير حقيقة. هذا يعني كيف قضية اللباس الموحد للحجاج؟ هذه ما عندهاش تفسير اخر الا انه جهه معينه عم تدير خطه من وزاره الاعلام قال خيط الالبسه للحجاج وبالتالي يدير خطه ماليه مع جهه تجاريه معينه باه ياخذ دراهم تاع القبيله العامه. هذا مكان ما عندهاش علاقه ولا تفسير في جهه اخرى. هذا الوزير ما قبل ايام يقول لما اجباريه مسك العصا في المنابر بالنسبه للائمه، يعني ما نقول غير حكايه العصا من الوسط على اساس بكري كان يمسك العصا لان هي العصا تاع رمز السلطه في في في, في القديم لما كان الامام هو السلطه ويمسك السيف ولا الان الحاكم او يمسك الكلاشينكوف ولا يمسك العصا تاع البوليس، المفروض يبدلوا العصا تاع الامام بالعصا تاع البوليس ما دام الامر هذا. يعني فعلا واحد المهازل اللي يقوم بها هذا الوزير يعني تجاوزت حدود المهازل اللي تقوم بها الحكومه بصفه عامه. في الاخير استاذ سعد بو عقبه، الكل كان ينتظر ردك على سعداني لكن الرد يعني كان من خلال قناه المغربيه، لكن انا متاكد انه سيكون نقطه نظام يكون عنوان ورد على سعداني يوم الغد ان شاء الله. ما هو عنوان نقطه نظام ليوم الغد يعني في سابقه على قناه المغربي؟ غدا يعني حاولت هو انا من طبيعتي ما نردش على الناس اللي ينتقدوني وخاصه لما يكون النقد موضوعي، لكن هذا الـ هذا الـ هذا الـ السيد هذا اتهمني باشياء قال هذا انا عميل تاع توفيق ووزير الاعلام تاع الحكومه تاعهم سابق رامي مور قال في التلفزيون قدام الناس كل قال لما انا عندي كانت عندي مشاكل مع الحكومه لان جنرال توفيق ما يحبش بو عقبه وانا حاولت نستخدم بو عقبه في قناه الجزيره وقال له باللي بو عقبه هذا له منه ولا نحن منه. هذا الوزير تاعهم تاع التحليل كان يقول الكلام هذا، يجي سعيداني دوك يقول علي باللي راني انا يكتب لي توفيق وهذا قصده غير هو يجي يقول انا كنت نكتب له المقاله تاعي وعلى بنات يكتب له مقاله حقيقه. احنا نعرفه يعني استاذ سعد، احنا نعرفه في 2008 يعني في وقت جنرال توفيق حين كان يدعى برب الجزائر، كان في ضرائب جمة على قناة أو صحيفة الخبر تقدر ب 50 مليار، هل تؤكدون هذا؟ نعم يعني كانت كانت الضريبة في وقت توفيق يعني في 2008 يعني خرجت ضرائب على صحيفة الخبر تقدر ب 50 مليار، ويقول لك يعني داروا لهم إعادة يديكلاريو الضرائب يعني ضرائب للخزينة وداروا لهم إعادة شنو ولا الواحد داروا لهم عملية تاع إعادة فحص وزادوا لهم الضرائب 50 مليار صح حقيقة، وبالتالي نسبة المداخيل تاعها بتقريبا 50% في ذلك العام حقيقة، وكان السبب هو انها كانت ضد مش كانت ضد كانت تقوم بعملها فيما يتعلق بالموقف من الـ من الـ من التحالف في دعم الرئيس وفي اعتداء على الدستور وفي اعتداء على الحريات، كانت تقوم بعملها طبيعي يعني تفتح المجال للراي العام ولا للاحزاب ولا للقوى التي لا منبر لها تتكلم في هذه المواضيع فتمت عقوبتها. يعني حقيقة بارك الله فيك استاذ سعد بو عقبة، نتمنى طول العمر لصحيفة الخبر. نشكرك استاذ سعد بو عقبة
وننتقل بحضرتكم إلى الصحف التونسية. معنا غفران الحسيني من هناك. غفران، المؤتمر العاشر للنهضة هو حديث الساعة، أليس كذلك؟ نعم زميلي عادل، تحية إليك في البداية، وأؤكد أن مؤتمر حركة النهضة اليوم وبالأمس في تونس يطغى على أبرز العناوين وأبرز التحاليل الواردة في الصحافة التونسية الصادرة اليوم. لذلك نرى من صحيفة الصباح عنوانا: النهضة تكشف عن هويتها الجديدة وخياراتها الاقتصادية، حيث كشفت الحركة عن المراجعة الفكرية للحزب واعتبرت أن الإسلام الدين غالبية ودعت إلى عدم احتكارها له. فقد سعت النهضة إلى الظهور كحزب معاصر يوائم بين التحديث الإيجابي من جهة والتأصيل الثقافي من جهة أخرى. ومن الواضح حسب صحيفة الصباح أن التحولات المشهد ستفرض تحويلا مهما على مستوى هوية الحزب الذي أصبح يتموقع وسط الخارطة السياسية بعد أن كان يمينها في إطار حزب ذي مرجعية إسلامية وحاملا لمشروع وطني إصلاحي حضري. وفيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية لحركة النهضة، صدق المؤتمر على تبني فكرة البنوك الإسلامية لدخولها حيز الورقة الاقتصادية المعروضة على المؤتمرين. فالنهضة تسعى لتنويع مصادر التمويل والبحث عن مصادر مالية جديدة كمصادر التمويل الإسلامي ومنتجاته من السكوك وصناديق استثمارية وأسواق رأسمالية إسلامية وغيرها. في عنوان آخر كذلك من الصباح: عماد طرابلسي يستنجد بهيئة الحقيقة والكرامة للمصالحة. نقلت صحيفة الصباح عن محامي عماد طرابلسي شقيق زوجة المخلوع أنه تم منذ شهر جانفي 15/2000 تقديم ملف للمصالحة والتحكيم أودع لدى هيئة الحقيقة والكرامة، غير أنه لم يتم النظر فيه إلا مؤخرا. وقد أضاف محامي عماد طرابلسي بأن اتصالهم بمقر الهيئة المذكورة تم إفادتهم بضرورة موافاتهم بوثيقة كتابية عن طريق عمل عدول إشاد تتضمن موافقة طرابلسي الصريحة على إجراءات حوارات تلفزية يقوم من خلالها بالاعتذار من الشعب التونسي وحضور الجلسات مع الضحايا وقبوله بكل الشروط المتعلقة بالمصالحة. نتحول الآن إلى صحيفة الشروق، وفي عنوان آخر متعلق بالمؤتمر العاشر لحركة النهضة: الغنوشي من جديد لكن بأية صلاحيات. كتبت الصحيفة أن هناك حديثا في الكواليس عن وجود شقين داخل حركة النهضة يتصارعان في هذا المؤتمر. شق أول أو تيار أول يمثله راشد الغنوشي وكانت الشخصيات حاضرة، وتيار آخر يمثله ما يصطلح على تسميتهم بالصقور. تغيب عدد منهم، ومن الأسماء التي تم الحديث عن تغييبها نائب رئيس الحركة عبد الحميد جلاسي، لكن جلاسي صرح بأنه لم يقاطع أشغال المؤتمر وكان حاضرا وأن ما يروج إنما مجرد إشاعات. وتناولت الشروق كذلك أن راشد الغنوشي يعتبر من أكثر الشخصيات التي ستحظى بدعم المؤتمرين وليحظى برئاسة الحركة من جديد، لكن تساءلت الصحيفة عن أي صلاحيات يمكن أن يتحرك راشد الغنوشي في ظل بعض الانتقادات وكثرة معاونيه وكثرة من يزكونه لرئاسة الحركة مرة أخرى. عنوان الأخير كذلك من الشروق: الباجي قائد السبسي في حديث للشروق من قطر: أنا ضد الإسلام السياسي ولا حاضر ولا مستقبل له في تونس. اعتبر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أنه يرفض الإسلام السياسي وأنه لا يرى له حاضرا ولا مستقبلا في تونس، وتناول عدة مواضيع من بينها تجديد ثقته في رئيس الحكومة الحبيب الصيد معتبرا أنه رجل مجد نظيف اليدين وسيواصل مهمته، وأن تونس دخلت مرحلة إيجابية بعد هذه الفترة الصعبة. هذا زميلي عادل أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صادرت هذا اليوم. شكرا جزيلا لك غفران الحسيني، وهذا ما تمناه، نتمنى أن تدخل تونس حقيقة في الفترة الإصلاحية إن شاء الله. نأخذ الآن الرسومات الكاريكاتورية لتعذر الاتصال ب زميلنا أو ربما يوم عطلة الصحافة في المغرب اليوم. نأخذ الرسوم الكاريكاتورية، تفضلوا معنا.
نهاية قناة الصحف، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.